السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الخامس الابتدائي، هناخد مع بعض إن شاء الله. إحنا عارفين إن إحنا عندنا السنة دي قصة عن شخصية جليلة خدمت الإسلام والمسلمين وقدمت لهم أشياء كثيرة نفعت الإسلام، وهو عبد الرحمن بن عوف. هنتكلم عن أول فصل وهو بعنوان عيد النصر. كانت مكة في تلك الليلة شديدة السرور، متلألئة الأضواء، مزدحمة بالعرب الذين وفدوا عليها من جوانب جزيرتهم الواسعة. يعلو فيها رغاء الإبل اللي هو صوت الإبل وسغاء الشياه اللي هو صوت الغنم المهداة إلى الأصنام، وترتفع فيها أصوات الفقراء والمساكين المبتهجين بما مد لهم من الموائد الفخمة الممتلئة صحافها باللحوم السمينة الطازجة، ينالون منها ما يشتهون بغير حساب. يبقى عرفنا إن هنا في الوقت ده كانت مكة الليلة دي زي ما يكون عندها عيد بتحتفل. هنشوف مع بعض بقى كانت بتحتفل بإيه؟ كانت تحتفل بمرور 10 أعوام على حادث الفيل ونصر الله تعالى لبيته العتيق على أبرهة الحبشي الذي أقبل من اليمن بجيشه الجرار وأفياله الباطشة ليهدمه. طيب أبرهة الحبشي دوت كان جاي يهدم بيت الله ليه؟ لأنه كان بيت الله دوت بيدخل دخل كبير لقريش، فكانت تجارة قريش مرتفعة وسلطانها كان مديد، ويأتي إليه الناس ويأتي إليه العرب من جميع أنحاء العالم ليحج الناس إليه. تمام، هو بقى أبرهة الحبشي دوت كان باني في اليمن كعبة وعايز الناس تروح له إن هم يحجوا عنده. وأول ما بناها دعا الناس إن هم يروحوا يذهبوا إلى الكعبة التي بناها، ولكنهم لم يذهبوا. عمل إيه أبرهة الحبشي؟ جاء ومعه أفيال ضخمة وجاء ليهدم الكعبة، ولكن فلم يدع رب البيت عدوه يدنو منه. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش خلى أبرهة الحبشي إنه يهدم الكعبة، أرسل عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل. أبابيل كانت كتير قوي متتابعة، ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة من الطين، فتجعلهم كعصف مأكول. بعض المحتفلين بقى قعدوا ينشدوا الأناشيد الرقيقة المنغمة تجسد فرحتهم بذلك النصر، وبعضهم كانوا يتقدمون للأصنام الكثيرة المنصوبة حول الكعبة ويسجدون لها باكين متوسلين، يقبلون أقدامها ويمرغون وجوههم ولحاهم فيها. ليه؟ يعني كانوا معتقدين ان الاصنام دي يا حبايبي هي اللي ايه هزمت ابرهة وجيشه. وبعضهم يتقدمون الى الاصنام المنصوبة حول الكعبة ويسجدون له، وبعضهم واقفون امامها خدما لها خاشعين يمسحون بايديهم على رؤوسهم ويباركونهم بكلام غيظ مفهوم، يزعمون ان تلك الحجارة هي التي اوحت اليهم بذلك، هي التي هزمت جيش ابرهة. جلس آخرون في دهشة ظاهرة يقولون ساخرين: أكل ذلك للحجارة الصماء؟ ده حجر لا بيسمع ولا بيبصر ولا يعقل، ليست هذه الأصنام أيها البلهاء هي التي هزمت أبرهة وجيشه، ولا هي التي تخلق وترزق، ولا هي التي تمرض وتشفي، ولا هي التي تميت وتحيي. كان مستغرب أوي الشخص ده من اللي هم بيعملوه للأصنام، بل هي ويقول إيه: هي قطع من الجبال التي أمامكم عاجزة عن حماية نفسها، ولو أن أحدا منكم قام إليها بفأس لهشمها. يعني إيه؟ يعني كسرها، حطمها، زي ما عمل مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما حطم أصنام قومه الكافرين بفأسه وأراهم عجزها وحقيقتها التي انخدعوا عنها. ارتفعت بقى الأصوات في غضب شديد، زعلانين من الكلام اللي الشخص دوت بيقوله الذي يحقر آلهتهم وآلهة آبائهم، وتقول له في شدة وغلظة: صح، يعني اسكت يا ورقة ابن نوفل، امسك عليك لسانك وأطبق فمك، ولا تفسد علينا صفونا في تلك الليلة السعيدة بهذيانك هذا. وقاعدين بقى يقولوا له ان انت بتقول كلام مش مفهوم، واحنا مش هنقبل الكلام دوت انه يتقال على الآلهة بتاعتنا، عد الى الحق الذي بعدت عنه، احتفل معنا بآلهتنا القوية التي هزمت أبرهة وجيشه الضخم. انتفض، يعني قام من مكانه مسرعا صائحا في قوة: حاش لله ان تكون هذه الاحجار هي التي انقذت بيت الله من أبرهة وافياله، بل أنقذه ربه الكبير الذي لا يرضى عن الأصنام، وسوف يبعث إليه من يطهره منها ويعيده إلى نقائه وطهره.
فصارت ثورة القوم عليه وعلى من معه ممن يكرهون الأصنام ولا يعترفون بها ويبشرون بدين جديد غير دينها. فغام الجو واتجه القوم، قالوا بقى هنروح للكبير بتاعنا. ليه هو مين؟ سيد من سادات قريش، كبير العقل، ليدرك الناس قبل أن ينقلب النزاع بينهم إلى معركة طاحنة تراق فيها الدماء. فوجدوه مشغول الفؤاد ينظر إلى الطريق باهتمام شديد، فقد كانت امرأته على وشك الوضع يفكر فيما تلد. كان هو منتظر ان هو يجي له وليد، ويتمنى ان يكون ابنا لا بنتا، وهنعرف بعدين هو ليه كان بيتمنى يكون ابن لا بنت. فصاحوا به مستنجدين، الا ترى يا سيد بني زهرة، وهيبقى بعد كده هنعرف ان هو اسمه عوف بن زهرة. ألا ترى يا سيد بني زهرة ما نحن فيه من غيظك لهذا النزاع الذي شب، وأنت الرجاء في الشدائد، وما لنا نراك شاردا غير مهتم بالخطر المحيط بنا. قدمت الكثير للاحتفال بعيد النصر، وقد كنا ننتظر بشرك الذي تشيعه في مجالسك. إن هو مستنيين الفرح والسرور اللي جاي له. فاتسعت حدقتاه، يعني عيناه توسعت كده، إذ رأى واحدة من خدمه تقبل مسرعة. كده بقى إيه جاية تقول له إن زوجته أوضعت إيه الطفل. إليه بوجه طلق، ثم امتلأت شفتاه ببسمة عريضة حين مالت على أذنه وأصرت إليه بشيء هب واقفا يقول فيه حبور، يعني هو فرحان، حمدا لله لك يا إلهي على ما أعطيت، لم تخيب رجائي واستجبت لدعائي ومننت علي بالابن الذي كنت أتمناه. هنعرف هنا ان ليه كان بيتمنى ان زوجته تلد ولدا لا ابنة، لانهم في الجاهلية يا حبايبي كانوا فاكرين ان البنات تجلب العار والفقر لأهلها. تمام. ثم انطلق مسرعا إلى الدار ليرى الطفل الذي كان شديد الشوق إليه، فوجدها تموج بالمهنئات والمهنئين. البيت بقى في ناس كتير، فدخل إلى مخدع زوجته وحياها في رقة، ثم قال لها في حنان: هنيئا لك ما أعطيت يا شفاء ابنة عوف بن الحارث بن زهرة. عرفنا أن زوجته اسمها إيه؟ شفاء. وهنيئا لك يا عوف بن زهرة هذا الطفل الجميل الذي ورث الكثير من أبيه البهي الزكي الحكيم. ثم تناولت الوليد بين يديها وقدمته برفق إليه، فحمله براحتيه وقبله في وجنتيه الصغيرتين، وجعل يتأمله ويقول في سرور: طفل بارع الجمال يا شفاء، تلوح عليه دلائل العظمة والسمو، وأرى فيه شبها كبيرا من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يفتن الناس بذكائه وبهائه ورقته وأدبه الجم يعني الكثير وشهامته التي تدهش من يعامله. مع أنه لم يجاوز العاشرة من عمره مما قل أن يعهد في سواه، وأرجو أن يكون ابننا مثله أو قريبا منه، يعني كانوا بيتمنوا أن هو يكون زي سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأصرعت في رقة: ولما لا يقول ابننا ولما لا يكون ابننا مثله أو قريبا منه؟ أليس أبوه وأمه من بني زهرة أخواله؟ ففكر قليلا ثم قال في بشاشة: وبما نسميه يا شفاء؟ قبل أن تجيب أسرع قائلا: سأسميه عبد عمرو، فماذا ترين؟ ففكرت برهة ثم قالت بعينين باسمتين: ولم لا نسميه محمدا؟ يعني الأب كان عايز يسميه إيه؟ عبد عمرو. الأم كانت نفسها تسميه إيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. أما سمعت من يؤكدون أن واحدا ممن يسمون بهذا الاسم سيكون له شأن كبير وسيط بعيد؟ لعل يا عوف وعسى. وهنكون هنا خلصنا الفصل الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.